لكن خلينا نستمر معكم مشاهدينا. طبعا في عمل غير تقليدي كان الرابح الأكبر في جوائز الأوسكار الماضية، نوماد لاند. طبعا هو كتاب وفيلم، راح تكلمنا عن الفيلم والكتاب دانا أكثر في فقرة الثقافة. صباح الخير دانا. صباح الثقافي. يسعد صباحك يا هاني، نورت الفقرة اليوم. والله منور بوجودك. كيف الأمور؟ تمام، كله تمام. واليوم موضوعنا كتير كتير حلو هيك، في شعرية ورومانسية فعلا. رحلة غريبة ومؤثرة بيأخذنا فيها كتاب وفيلم نوماد لاند، وبطلاته نساء، مؤلفة الكتاب وكاتبة السيناريو والمخرجة وأيضا بطلة العمل. ما شاء الله. من المرات القليلة اللي دفعني فيها فيلم لقراءة الكتاب ومش العكس، تابعت نوماد لاند وهو فيلم بيجمع بين التوثيق والدراما، مقتبس عن كتاب نون فيكشن أو غير روائي للكاتبة جيسيكا برودر، كتبته عام 2017. بيحكي عن ظاهرة تبعت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2007، وهي الظاهرة هي قيام الأمريكيين الأكبر سناً من اللي فقدوا وظائفهم أو مصدر رزقهم بتبني بداوة معاصرة، يعني اختاروا يعيشوا داخل فانز أو كارافانات بيتجولوا بين الولايات وبيقوموا بوظائف موسمية. خلينا نتعرف على قصة الفيلم في هالتقرير ومثل العادة بدون حرق أحداث أو سبويلرز. فيلم استثنائي ما بيشبه أي شيء تابعته من قبل، بيعرض ببساطة حقيقة بيعيشها اليوم كتير من الأمريكيين، نوماد لاند أو أرض الرحل. نتعرف فيه على فيرن، امرأة ستينية بتفقد زوجها ووظيفتها جراء الأزمة المالية العالمية، وبتخسر أيضا بيتها، فبتصبح سيارة الفان القديمة منزلها ووسيلة عيشها وتنقلها. وبخلال بحثها عن عمل موسمي تلتقي بصديقة بتعرض عليها أنه تكون كل الطرق بيتها الجديد، وإنها تنضم لعائلة البدو الرحل وتعيش معهم، وهم أشخاص كتير منهم مثلها ضاقت فيهم الحياة فاختاروا إنهم يتحولوا لشريانها المتدفق بكل الشوارع والطرقات. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. And they sometimes call you nomads. بنعيش مع فيرن كتير من المشاعر بهالرحلة، مشاعر الفقد ووجع الذكريات والاشتياق لزوجها الراحل والشعور بالضياع في عالم نبذها، لكنها لا زالت بتكافح لتفرض مكانها فيه. وبنعيش أيضا مع عائلتها الجديدة من النومادز اللي كتير منهم شخصيات حقيقية ومش ممثلين، بنعيش معهم كل تفاصيل حياتهم بحلوها ومرها، واللي أحلى ما فيها شعور الحرية بالطبيعة الخلابة الساحرة اللي لربما ما بيشعر فيه الآمنين في بيوتهم خلف أبواب مغلقة. كيف تنجو بحياتك في أمريكا في القرن 21؟ كان هذا عنوان الكتاب وتاج لاين الفيلم، والجواب اللي بيقدم لنا إياه هو على طريقة النومادز، العالم كله أرضك وبيتك. حلو كتير العالم. والله حلو. وبعدين في مصطلح بالكتاب إنه إحنا مش هوملس، إحنا هاوسلس. إحنا يعني بلا منزل ولسنا بلا وطن أو 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 مكان. وحقيقة الفيلم واضح مشاهده فيه رومانسية، في استرجاع الماضي، في حنين. كتير طبيعة. طبيعة. والأشخاص هيك بيكونوا ببينوا حجمهم صغير أمام الطبيعة وجمال فعلا الطبيعة. فعلًا. ويمكن هو هذا كثير من الناس الآن. يعني تتجه أنه تعيش حياة فيها بداوة ولكن معاصرة. ويمكن كثير من الناس يعني عندهم نظرة تقليدية للحياة في البادية. هي البادية عكس الحاضرة، هي البادية كل شيء يعني في طبيعتها وكل شيء، ولكن الناس تنظر إلى الأدوات، لكن يعني الحياة في البادية أو في البرية أو في الفلا أو هي لها يعني جوانب نفسية جدا كبيرة، أنه هذا الإنسان هو حر بطريقة حياته، بالأفكار اللي يفكر فيها، يبتعد عن المدينة، يبتعد عن الحداثة، عن خلينا نقول مو يعني أنا مو ضد الحداثة، ولكن يبتعد عن مسيرة الحياة أو الزحمة أو الازدحام أو الاكتظاظ أو طرق المدن. نعم،
ونظرتك بتبناها الفيلم، لأنه كل الأماكن نعم. المغلقة أو اللي فيها حداثة نعم. بتكون هيك الإضاءة معتمة، صحيح. بتكون هيك المود مش حلو، نعم. بس لما نطلع على الطبيعة ونشوفها بكون مختلف. في شغلة حلوة بالفيلم رح تعجبك كمان، غير هوملس نعم. وهاوسلس هم نظرتهم لحياتهم أنه بتحدوا مع الطبيعة أكثر، نعم. وهيك الإنسان أصلاً إنسان البادية حتى نعم. بلادنا العربية طبيعته مختلفة طبعاً. بسبب حياته هاي، صحيح. كثير بتأثر على تكوينه طبعاً. هو إحنا مثلاً عربياً يعني ابن البادية يتميز ب يعني أخلاق وشيم كبيرة، البدوي لا يغدر، البدوي لا يطعن بالظهر، البدوي لا يكذب، صادق كريم، يرحب يجود يعني بكل ما يملك 100%. فهي هذه قيم يمكن تحتاج تجهيزات. وحقيقة أنا يعني مسألة الكامبينج والتخييم أو الحياة في يعني عند الأمريكان صراحة في عندهم كل الأدوات اللي ممكن يتخيلها الشخص اللي يبي يعيش هذه الحياة 100%. على العموم الفيلم حقق نجاح كتير كبير وحظي بإشادات واسعة، من سيناريو لإخراج، مونتاج، تصوير سينمائي، أداء ممثلين وغيرها، وأصبح ثالث أعلى أفلام 2020 تقييماً، وعرض لأول مرة بمهرجان البندقية السينمائي وأحرز جائزة الأسد الذهبي وجائزة خيار الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي. لكن تتويج قمة النجاحات كان بحفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم، وفازت مخرجته كلوي زاو بأوسكار أفضل مخرجة، وبطلته فرانسيس مكدورمند كانت أفضل ممثلة. وعلى فكرة كلوي زاو دخلت التاريخ من خلاله، كانت أول امرأة ملونة بتفوز بالجائزة، وثاني امرأة في التاريخ بتفوز كأفضل مخرجة. وبالبوكس أوفيس طبعاً حقق نجاح متواضع كونه عرض في فترة الوباء والإغلاقات، وكان تقييم الجماهير له مختلط لكنه ميال أكثر للإشادة بالفيلم. شو المقصود بامرأة ملونة؟ أنه يعني هي ليست من ذوي البشرة البيضاء، سموهم ملونين هذول. يعني الأمريكان أنا ماني فاهم ليش التصنيفات، يعني إذا هو الهدف عدم التصنيف مفروض ما نصنف هذا ملون ولا هذا أصفر لكن ولا هم هذا أخضر. لأنه العنصرية لربما متغلغلة بالمجتمع، نعم. هذا إنجاز أنه امرأة لا يعني. أنا إنجاز ونرفع لها عشان هيك التصنيف لسه بس أنا أقصد أنه أحياناً الأمور أنت إذا صنفتها وقعت في الإشكالية، هذه المشكلة. ولا أنا وياك متفاهمين؟ لا أنا وياك دائماً أتكلم على الأمريكان بس الأمريكان بس طبعاً. خلينا نشوف مين اللي أفضل، الكتاب ولا الفيلم؟ يعني السؤال صعب. صعب المقارنة جداً بين الكتاب والفيلم، لأنه الكتاب توثيقي لقصص حقيقية لبدو رحل، وتجربته مختلفة تماماً عن الفيلم، فمن خلاله منعيش مع الكاتبة تفاصيل عاشتها هي بنفسها، فهي لحتى تكتب هالكتاب عاشت فترة مع البدو رحل وتبنت هاي الحياة، وهو عمل صحفي ممتاز وممتع وصادق. أما الفيلم اخترع شخصية فيرن وحافظ على روح الكتاب، وحتى كان في عدد كبير من البدو المعاصرين الحقيقيين مثل بوب ويلز اللي هو كاتب ويوتيوبر يعتبر مصدر إلهام لكثير من الأمريكيين عم نشوفه على الشاشة لتبني نمط حياة البدو المعاصرين. فنصيحتي ترجعوا تحضروا الفيلم وترجعوا تقرأوا الكتاب لتتعرفوا أكثر على هاي القصص. تخيل إنه جزء كبير من الكاست ما كانوا ممثلين، أشخاص هم أشخاص عاديين ويعيشون هذه التجربة. وإحنا لاحظنا إنه كثير من المشاهد فعلاً تعتمد على شخصيات حقيقية، لكن أنا حاول إنه يعني أدخل معك بمسألة الكتاب والفيلم. دائماً الكتاب أفضل وأوسع، وفي مساحة الكتابة لا تقيدها مثلاً مشاهد أو ممثلين أو إنه حتى أو ظروف إنتاج أو تقمص الممثل للشخصية. دائماً الإنسان لما يقرأ يعتمد على مخيلته، فدائما المخيله افضل بكثير من احسن فيلم. طبعا بس هو انا قلت المقارنه صعبه لانه بين كتاب نون فيكشن توثيقي وفيلم روائي نوعا ما او هجين، نعم. بيجمع بين الروايه والتوثيق. يعني هو أنا نقول ان الفيلم مقتبس من الكتاب وليس الكتاب. ليس الكتاب، لا ليس توثيق للكتاب، ولكن هو مبني بشكل اساسي عليه. على العموم نسمع انا وياك هلا واحد من اجمل الحوارات بالفيلم، وهي احد احاديث بوب ويلز اللي شفناه بالفيديو من شوي مع فيرن اللي كان فيها كثير من الصدق والمحبه. I can't imagine what you're going through, the loss of your husband and the loss of your whole town and friends and village, and that kind of loss is never easy. And
I wish I had an easy answer for you, but I think you've come to the right place to find an answer. I think connecting to nature and to a real true community and tribe will make all the difference for you. I hope so. كلام رائع حقيقة. وأنا أعتقد أنه هم الأمريكان أو في أمريكا تأثروا بهذا الفيلم لأنه كمان في حنين يعني بداية الأرض الجديدة والهجرة من أوروبا وتأسيس يعني الولايات واكتشافها، يمكن فيها من حنين للكوبوي أعتقد، أو هذيك الفترة 800 حقبة أقدم. دائما في نوستالجيا مش بس عند الأمريكان، يمكن عند كل الشعوب. بس بدي أحكي ملاحظة أنه هذا الحوار أيضا حكى شغلة مؤلمة مر فيها هذا الشخص. هو كيف انتقل لهي الحياة لأسباب عديدة، أبرزها أنه ابنه للأسف أقدم على الانتحار. فهو كانت أول مرة بيحكي هذا الشخص هذه المعلومة لحدا، أفضى فيها للمخرجة كلوي زاو وشاركها بالفيلم، وفعلا كانت مشاعره ودموعه حقيقية. أنه هو بعد ما فقد ابنه قد هذا الشيء أثر فيه، فقرر أنه الحياة على الطرقات ما فيها وداع فعلا. الله، فأنت لما تلتقي بحدا بتقول له بشوفك على الطريق، مو مثل بالحياة بس نودع ما بنرجع منلاقي.